مبادرة هي الأولى وليست الأخيرة بعد أشهر من الحركة الاحتجاجية، حيث نظمت القوات الأمنية في كربلاء حملة لتوزيع الورود على المحتجين السلميين لتقول لهم نحن معكم وواجبنا حمايتكم. بفضل التعاون والتنسيق المشترك ما بين متظاهرين سلميين والقوات الأمنية توصلنا إلى الحلول الناجحة، وأيضا كان تنسيق عالي. يوم أمس كانت هناك مبادرة للإخوان المتظاهرين السلميين تجاه القوات الأمنية، حيث قاموا وجبة عشاء داخل ساحة التظاهر. اليوم القوات الأمنية تبادر رد المبادرة واستقبال المتظاهرين من الطلبة، طلبة الجامعات والإعداديات، باستقبالهم بالورود والأعلام العراقية. وهذه المبادرات إن شاء الله هي يعني تؤكد على التلاحم ما بين القوات الأمنية وإخوانهم المتظاهرين، كون المطالب هي موحدة ومشتركة، الجميع يطالب بها ما دامت هي مشروعة وقد كفلها الدستور. متظاهرون عبروا عن فرحتهم وسرورهم بهذه المبادرة، مؤكدين أنهم بمركب واحد مع القوات الأمنية، ولا بد من عودة الثقة فيما بينهم، متمنين من المنتفضين في بقية المحافظات التعاون مع رجال الأمن من أجل العراق والعراقيين. شاهدنا تعاون كبير بين القوات الأمنية والمتظاهرين، بالأخير طبعا هذا الشيء جدا مفرح، عودة ثقة الشعب بالقوات الأمنية وبحمايتهم. ونحن يعني بساحات التظاهر خاصة في كربلاء صار فترة طويلة ماكو أي مشاكل بين القوات الأمنية وبين المتظاهرين، وبالاخير احنا ندعو كل اخواننا المتظاهرين واخواننا بالقوات الامنيه، نقول لهم انتم اخوه وهدفكم واحد، وان شاء الله بيكم اثنين بسواعد المتظاهرين وبسواعد القوات الامنيه ورجال الامن الشرفاء راح يوصل العراق الى بر الامان. طبعا اليوم فرحانين بوجود لوحه فنيه في ساحه اعتصامات كربلاء، وهي تقديم الورد من قبل القوات الامنيه للمتظاهرين، وان شاء الله الطرفين يعيدون العراق لبر الامان. وشاهدنا الملاحظات الأخيرة من قبل المرجعية الدينية يوم الجمعة، صار لها تأثير كبير واسع في ساحة اعتصام كربلاء، وأتمنى هذا الشيء ينطبق على باقي الساحات. رغم الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، إلا أن الروح الوطنية حاضرة في قلوب الكربلائيين خاصة والعراقيين عامة، ومن خلال التعاون المشترك يبقى العراق سالما. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.